يا سلام رمضان، رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة الأو تي في. عن جد يا سلام على هالوصفات الرائعة اللي عم نقدمها خلال شهر رمضان المبارك من سبينس الجناح. يعني عن جد شو بدي خبركن، هالمساحات الشاسعة بسبينس الجناح متعة أيضا للتسوق، أسعار بتناسب الجميع. ما زلت مترافق انا وياكم بسبينس الجناح لاقدم لكم وصفات لسفرتكم الرمضانيه. طبعا قبل ما اخبركم عن وصفاتي بدي اشكر راعي هذا البرنامج اتحاد مصدري اللحوم الامريكيه. اليوم ثلاث وصفات مثل ما عودناكم يوميا. وصفاتنا لليوم، جيبوا الدفتر، امبارح نحن ضبينا الدفتر فوق التلفزيون لكن هلا اتناولوا هالدفتر من فوق التلفزيون، حطوه قدامكم لحتى بلش بالمكونات، بلش بالمقادير. ثلاث طبخات، ثلاث وصفات لحلقتنا. عندنا الدجاج المقلي البروستد اول وصفه، ايضا وايضا ثاني وصفه كب كيك بالزبيب، وعندنا طبعا شوربه الخضار بلحم التشكرول الامريكاني العالي الجوده. بس نقول يا جماعه لحم امريكاني منقول طراوه، منقول نكهه، منقول مذاق رائع، وايضا منقول حلال. برجع بذكر لكل المشاهدين، لكل الناس اللي بيسالوني على اللحم الامريكاني، كل شيء لحوم امريكيه بتجي على الشرق الاوسط بتجي حلال. ولكن هول هن وصفاتنا، رح نبلش انا وياكم باول وصفه. عندنا الفرن حامي على حراره 180، بس نقول الفرن حامي على حراره 180 يعني في عندنا وصفه حلو. وصفه الحلو عندي كب كيك بزبيب. المكونات، اول شيء رح نبلش بالمكونات. في عندي كوب ونص من الطحين الابيض، خليكن عم بتسجلوا، كوب ونص من الطحين الابيض، حبتين بيض، حليب سائل ثلاث ارباع الكوب، ايضا وايضا عندي من السمن معلقتين كبار، عندي كمان وكمان من سكر البودرة نص كوب، ايضا عندي فانيليا ربع معلقة، بيكنج الصودا معلقة صغيرة، وبيكنج باودر معلقة كبيرة. طبعا هول هن المكونات خبرتكن عنهم، اما هلا رح نبلش بطريقة التحضير. طريقة التحضير عندي هالخلاط الكهربائي كمان من الماستر شيف اللي مقدم لنا هالعدة الحلوة اللي عم نشتغل فيها خلال هالشهر الكريم. رح نبلش لكن بالمكونات انا وياكم. رح نبلش بالبيض، بلشنا لكن بوصفة الحلو. عندي بيض بالعجانة الكهربائية، كب كيك بزبيب، بيض دغري، بس نقول بيض رح نجي وقعت القشرة، بس نقول بيض يعني رح نجيب المعلقة ونشيل القشرة. اوكي شلنا القشرة، لكن بس نقول بيض رح نحط دغري فانيل. كمان بنكرر العملية بهيدا الشكل. عندي بيض انا هون زايد الكمية عن المكونات اللي اعطيتكم اياها، رح اجي ضيف من الفانيل بهيدا الشكل، لكن عندي بيض، عندي فانيل، عندي ايضا وايضا من سكر البودرة، بيض فانيل سكر بودرة للكب كيك بالزبيب. برجع بذكركم رح اخفقهم بهيدا الشكل، منشغل الخفاقة وبنرجع منحضر الطحينات. لكن برجع بذكر كل المشاهدين لنضموا الى شاشة الاو تي في، ثلاث وصفات لحلقتنا لليوم، الكب كيك بزبيب، ايضا وايضا في عندي شوربة الخضار بلحم التشكرول الامريكاني، عندي الدجاج المقلي البروستد بالطريقة المضبوطة، الطريقة الصحيحة. خليكن عم بتتابعونا، ما تقوموا من حد الشاشة لحتى تتعلموا هالوصفات الغير شكل لحلقتنا لليوم. وعن جد يا سلام على سفرة رمضان. طيب عم نخفق بالبيض الفانيل مع سكر البودرة. هلا منحضر حدنا الطحينات،
بنحضر بيكنج السودا، عندي كمان وكمان الحليب السائل ايضا، وايضا في عنا من السمن. طيب صينية الكب كيك جاهزة، خلينا بهالوقت نحنا نجي ندهن هالصينية بالسمنة مثل ما عم بتشوفوا. لكن بلشنا بدهن الصينية بهيدا الشكل، يا سلام على هالوصفة الرائعة لسفرتنا لليوم. عندي من السمن، هلأ بعد ما حط السمن شو رح أعمل؟ رح حط أيضا وأيضا رشة طحين كمان. يا سلام على هالطبخات اللي عم نحضرها خلال هالشهر الفضيل، طبخات سهلة وسريعة وشهية وغذائية. وشو بدي خبركن، أنا بهالوقت طبعا بدي ذكر كل المشاهدين اللي عم بتابعونا، هيدي الطبخات الوصفات ترجعوا بتفوتوا على USA ميت ام اي على انستغرام، وايضا USA ايضا US على الفيسبوك، US لكن على الفيسبوك US ميت ميدل ايست. عم بتشوفوا انتو طبعا عم تمرق السوشيال ميديا لليUS ميت قدامكم على الشاشة. ما تنسوا تفوتوا لعندي على انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، تعملوا لي فولو وايضا تشتركوا بالقناة الخاصة لإلي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. بهالوقت منغير كفوفنا، نجي منحط كمان وكمان بزيادة هون، اوكي بزيادة. شو رح نعمل هلا رح نجي ايضا وايضا للسمنة، منحط السمنة، يا سلام. نجي كمان منحط بيكنج باودر. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لشاشة الاو تي في، عم نحضر اليوم نحن وصفة الحلو كب كيك بزبيب. اول شي حطينا البيض، حطينا سكر، حطينا فانيل، خفقناهم، رجعنا ضفنا سمنة بيكنج باودر بالاضافة للحليب السائل، لكن كمان حطينا من الحليب السائل، وبعد في عندي بيكنج السودا كمان راح نضيف من بيكنج السودا، يا سلام بهيدا الشكل. وهلا راح نضيف ايضا وايضا الطحين كمان بهيدا الشكل، حطينا كمية طحين، يعني انا هيك بكون حطيت كل المكونات. طيب وبنرجع بنخلطهم مع بعض. اوكي هلا انا عم بخفقهم مع بعض، بيجي بشيل من قدامي وايضا بجيب عندي طحين، بنحط رشة طحين بهيدا الشكل لحتى ما يلزق عندي طبعا الكب كيك، نطرقها طرقتين هيك، بنعملها هيك وبنرجع بنفضيهم. يا سلام يا سلام على سفرة رمضان، هيدي الصينية جاهزة عنا حاضرة ناضرة لحتى حط فيها الخليط. طيب رح اجي بهالوقت جيب ابلش اسكب هالخليط، يلا بزيادة، لكن هون مثل ما شفتوا كيف بلشنا نخفق هالخليط على سرعة متوسطة، بعدين علينا السرعة، وهلأ صار الوقت. يا سلام على هالكب كيك، طبعا هيدي عجينة الكب كيك جاهزة عنا، يا سلام عن جد. رح اجي انا بهيدا الشكل كمان مثل ما عم بتشوفوا، بلشت اسكب هالعجينة بقالب الكب كيك. الفرن عندي حامي على حرارة 180، وفي عنا هالدجاجة قدامنا
ناطرتنا عم تسألني أيمتى بده يجي دوري، رح جاوبها وقول لها يلا بعد البريك. شغلك إلك شغل معنا طويل عريض. كم لكن بيجي بهيدا الشكل عجينة الباكاب كيك، ريحة طيبة، ريحة شهية، ريحة مميزة، كمان بهيدا الشكل يعني ما قده. ضل في عنا وحدة ناقصة. اوكي ما خلصنا. هاي الكمية تعمل 11 حبة. رح اجي بهالوقت انا، خليني شوف، خليني اخذ هالكاسة اللي فيها طحين. لكن عندي هاي الكاسة اللي فيها طحين حطيت بدخلها زبيب. اوكي بجي بحط رشة طحين للزبيب وبخلط الزبيب مع الطحين. لشو؟ لشو عملت هيك يا شف حسين؟ لحتى الزبيب ما ينزل يقعد بكعب الكب كيك. اوكي منوزع الزبيب على الوجه بهيدا الشكل. كمان يا سلام على هالوصفة الغير شكل، الزبيب مع العجينة الرائعة، عجينة الكب كيك. خليكن عم بتتابعونا، عم نحضر وصفات طيبة وسهلة وسريعة. رح ارجع اقولكن شو حضرت بالتفصيل. طيب نشوفها هيك عن قريب، خلينا نشوف هالصينية. يلا هيدي هي صينية الكب كيك، صينية الكب كيك بالزبيب، ريحتها غير شكل، نكهة رائعة، وصفة مميزة. حضروها لأولادكم لحتى ياخذوا كمان على المدرسة. وصفة مميزة وسهلة وسريعة. الفرن حامي عندي على حرارة 180. فوت الكب كيك على الفرن بده حوالي 25 دقيقة لحتى يصير جاهز. حطيت أنا الصينية بالنص على رف الشبكة. هيدي قاعدة، حيلا وصفة حلو أنا عم بحضرها، بحط رف الشبكة بالنص لحتى ما تحترق من تحت أو تحترق من فوق. منخلي الحرارة تتوزع بداخل الفرن، حطيتها بالنص، ولعت من فوق، ولعت من تحت، بدها حوالي 25 دقيقة لحتى تصير جاهزة هيدي الوصفة. أما بضل في عنا وصفتين، خليكن عم بتتابعونا لحتى فرجيكن بس تطلع من الفرن لونها وشكلها، ورح علمكن دجاج البروستد. أما هلا خلينا نتوقف نحن وياكن مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعودة لكم مشاهدينا من سبينس جناح بهالوصفات الرمضانية المميزة اللي عم بقدم لكم إياها خلال هالشهر الفضيل. يا سلام على سفرة رمضان، على هالأطباق الرائعة من المطبخ العالمي الشرقي والغربي. واليوم كان في عنا ثلاث وصفات، برجع بذكر كل المشاهدين لنضموا إلى شاشة الأو تي في. ثلاث وصفات لحلقتنا، في عندي شوربة الخضار دجاج البروستد، وأيضا في عندي وصفة أحيي صارت بالفرن ناطرينها لحتى تستوي، الكب كيك بزبيب. الورقة والقلم والدفتر كلهم خليهم قدامكم لحتى تخلص حلقتنا أو يخلص الشهر الفضيل، لأن مثل ما خبرتكم رح تعملوا كراس كبير من الوصفات تعولي. أما هلا رح ننتقل أنا وياكم لحتى نبلش خطوة بخطوة لدجاج البروستد. بالنسبة للدجاج البروستد رح أنا طبعا بلش بالمكونات. عندي فروج كامل بوزن 1200 جرام، ايضا وايضا طحين 3 كوب، زيت نباتي للقلي ايضا وايضا هالمطحون ربع معلقه، فلفل اسود نص معلقه صغيره، زنجبيل بودره نص معلقه كبيره، بابريكا بودره نص معلقه كبيره، ايضا وايضا بصل بودره نص معلقه صغيره، كمان بدي من توم البودره نص معلقه، وايضا فيني احط لها من رشه الاوريجانو، ناخذ نكهه كثير طيبه. وراح ضيف خلطه هيك خلطه، هلا راح اخبركم عنها، خلطه الشيف حسين السريه راح اخبركم عنها. اول شيء بنجيب، قبل ما نجيب الطحين
خلينا نتنوقس نشوف شو صار بالكب كيك. هول الكب كيك صار الوقت لنطفي تحتهم، شفتوا ما اخذوا كتير وقت، دغري خلصوا. اوكي، لكن الكب كيك صار حاضر ناضر جاهز عنا لحتى نشيله ونقدمه. اما بالنسبة للدجاجة، اول شيء بدنا فروج. نحنا اول شيء مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل منشيل الدجاج. اوكي، شفتوها كيف شلناها؟ طيب هيدا الفروج بده يكون وزنه 1200 جرام. اذا كان وزنه اكثر من 1200 جرام، ملاحظة، اذا كان وزنه اكثر من 1200 جرام ما رح يستوي عندي الفروج. فروج كامل وزنه 1200 جرام بجيبه بغسله بالخل ومنغسله بالملح. منجي منشيل الجانح بهيدا الشكل. فيني اترك الضفر وشيني، فيني شيل الضفر، انا ما بدي اتركه، ما بحب الضفر. رح اجي اخد لكن الجانح بهيدا الشكل. اوكي، منجي بنحطهم على جنب. ايضا وايضا بجيب بهالشكل هيدا، بنفتح الفروج. لكن بذكر كل المشاهدين هيدي بشيلها، خلينا شوي نركز هون على الكاميرا، هيدي بشيلها لان هيدي اذا تركتها رح تعمل زنخه. شايفين هاي الموجوده بالفروج؟ منشيلها، هيدي بتزنخ الفروج، منشيلها ومنكبها. كمان نجي ايضا وايضا الميله الثانيه نفس الخبريه، كمان منشيلها احلى ما يزنخ عندي الدجاج. طيب بقطع بهيدا الشكل، كمان بهيدا الشكل، هول قطعتين. هون منشيل الرقبه ما بنستعملها، هيدا انا فيني اقطعها وفيني اتركها مثل ما هي كامله. كمان بيجي بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا ايضا على المفصل لحتى تنقص معنا. كمان هون بيجي بقصة اثنين، وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هيدا فروج ثمان قطع صار عندي لكن للدجاجة. برجع بذكر كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، عندي فروج البروستد ما حطيت له حليب ولا حطيت له خل. طبعا خل انا غسلته بالخل والمكونات فيها خل اللي شفتوها على الشاشه. عندي الطحين، رح نبلش انا وياكم لكن بالخلطه. عندي طحين، رح اجي للهيل المطحون. منبلش هيل مطحون بابريكا لكن خلطة البروستد، هيل مطحون بابريكا، زنجبيل بودرة بهيدا الشكل. عندي ايضا وايضا جارليك او توم بودرة، كمان عندي بصل بودرة. يا سلام على هالنكهة. عندي ايضا وايضا اوريجانو، رشة صغيرة، بخلطهم مع بعض. يلا هون هون يا جماعة، خلطة أو سر الشيف حسين، هالبهارات الرائعة قريبا رح تشوفوها متواجدة بالأسواق اللبنانية. سر الشيف حسين هيدي البهارات تستعمل مع جميع أنواع المأكولات، جميع أنواع المأكولات، يعني بسألكن مع الدجاج، مع اللحمة، مع البطاطا، مع كل شيء بتعملوه هيدي البهارات بتعطي نكهة جدا رائعة. رح ضيف انا من هالخلطة قدامي كمان مع الطحين بهيدا الشكل. نرجع منسكرها ومنحطها قدامنا، لكن ضفنا من خلطة الشيف حسين، نخلط البهارات بهيدا الشكل. طيب هلا شو رح نعمل؟ رح اجي ايضا وايضا جيب من الملح، كمان نضيف ملح،
بهيدا الشكل. هون ملاحظة لكل ستات البيوت، نحنا أمرار منشوف الدجاج أو منشوف الفخذ هيك نافخ حبة كبيرة، هيدا ما بيكون هو جايبين نحنا فروج وزنه 2 كيلو، لا. ملاحظة أيضا وأيضا ملاحظة، هيدا الدجاج إذا أنا بدي إياه يصير حبة هيك بنقعه ساعة بالمي مع نص معلقة من الكربونات بينفخ عندي الدجاج البروستد، لكن إذا بدي إياه ينفخ بحط الدجاج بنقعهم بالمي مع نص معلقة من الكربونات. نرجع هذا هو الفروج الكامل، بننقعه كله بالكربونات مع المي. نجي عم بتشوفه، ما حطيت انا، خليني خفف النار. طيب طبعا نحن عم نحكي منقطعه ومننقعه. هون هيدي القطعه الفخذ ما منلطها بالكعك ولا مننقعها بالحليب، فروج البروستد بهيدي الطريقه. هلا بالمطاعم بتعرفوا في اليات ضغط، ولكن بالبيوت بطنجره بقلايه. كيف عندي الزيت حامي، بخفف النار على الاخر على الاخر لحتى يستوي بقلبه، لان هيدا دجاج بعظمه. اوكي بلتو كتير منيح بهيدا الشكل، شفتوا بيجي على الزيتات. يلا بهيدا الشكل بنحط بالزيت ايضا وايضا، بكرر العملية كمان. يا سلام على هالنكهة وعلى هالخلطة يا شيف حسين، رائعة نكهتها مميزة. نرجع كمان على الدجاج بهيدا الشكل. يلا نجي على الكاميرا بهيدا الشكل. اوكي برجع بذكركم فيكم كل هالوصفات، هول الطبخات، تفوتوا على السوشيال ميديا للحوم الامريكية عم بتشوفوها قدامكم على الشاشة، USA Meat ME انستغرام، ترجعوا تحضروا الحلقات والطبخات والوصفات كلها سوا على السوشيال ميديا. وايضا عندي انا كمان شيف دوت حسين عبد الساتر على الانستغرام، ما تنسوا تفوتوا هلا تعملوا لي فولو، وايضا تشتركوا بالقناة الخاصة لإلي ايضا وايضا على اليوتيوب. كمان الدجاج المقلي بهيدا الشكل، يا سلام عن جد على هالوصفة طيبة شهية. بس خليني اخبركم خبرية، انا كيف بحب الدجاج، انا بحبه بروستد بس، ولكن انا بحب الدجاج بطريقة كمان كتير طيبة. كانت ستي تجيب الفروج تغسله، بعد ما تغسله تحمي هالزيت وتقليه بالزيت، تقطعه هيك قطع مربعات صغيرة مع عظمه بلا عظمه، فرج كامل تقطعه وتقليه بالزيت. تجي تجيب جرن جرن الثوم، تدق ثوم وتحط لهم زيت زيتون وعصير حامض. انا بحب هالطبخه وبحب هالوصفه، دجاج يتقلى مع ثوم ملتو بالثوم وزيت الزيتون وعصير الحامض. كمان منكرر دجاج البروستد بهيدي الطريقة مثل ما عم بتشوفوا. خلينا نشوف عم تاخذ الكاميرا. كمان يا سلام كيف بدنا نلطه منيح طحين ومنقليه بالزيتات. كمان وكمان بنحط الفروج كامل. شو رأيكم هيدي نقطعها اثنين؟ خلينا نقصها اثنين نصغرها. اوكي كمان يا جماعة مثل ما عم بتشوفوا الدجاج بهيدي التتبيلة بهيدي النكهة، يا سلام ايضا وايضا بهالشكل هيدا. عن جد هالوصفة رائعة، بقدم معها من صلصة التوم او الكريم التوم اللي هو الكريم تعول المطاعم. هلا بخبركم كيف بيعملوا للكريم التوم، بس اوعى تشيلوا انتو الورقة والقلم، خليني انا حطهم بهالقلاية امن عليهم. نشلح كفوفنا، نزيح من حد القلاية
طيب نجي انا قليتهم حطيتهم بالطنجرة، بدي انا حاول اضغط الطنجرة لان هني مثل ما خبرتكم بدها طنجرة ضغط، ولكن انا ضغطتها بهيدا الشكل ليه؟ لحتى هاي الطنجرة تحبس او الغطاء يحبس الحرارة، والحرارة بيساعد لحتى الحرارة تفوت بقلب العظم تعول الدجاج ويستوي الدجاج عندي بسرعة. تقريبا بدها 15 دقيقة لحتى يستوي الدجاج. خليهم ياخدوا راحتهم على نار هادية. الكريم التوم المكونات تعولها بدي، لكن بدنا للكريم التوم بدي زليل البيض حبتين. المكونات ما مرقوا قدامكم على الشاشة، انا عم بقول لكم اياهم. بدي زليل البيض حبتين، بدي توم 4 حصوص، ما بكتر بحط عفش التوم هالقد، بس اجي بدي اكل كريم التوم بصير حرحر، لا بحط 4 حصوص، 5 بالكتير، 5 حصوص بس يكونوا محرزين مش صغار. بنحط 5 حصوص توم مع زليل البيض، مندور ايضا وايضا الخفاقة او المطحنة الكهربائية، منضيف 3/4 لتر من زيت النباتي، بنصير نحطهم تدريجيا مثل خيط بينزلوا هي، والماشين شغالة مع معلقة صغيرة من الملح بالإضافة ل3/4 المعلقة الصغيرة من حامض الليمون. نحن هيك بنحصل على كريم التوم. بالمطاعم بيحطوا تلج بالمكنة ليه؟ لحتى تضل المكنة محافظة على برودتها. طبعا بنكون نحن عم نعمل كميات كبيرة منحط تلج لنحافظ على برودة المكنة، والتلج يا جماعة بيعطي بياض ايضا للتوم. لكن صلصة التوم، اما بننتقل من صلصة التوم لوين؟ بننتقل على الكولسلو او سلطة الملفوف مع البروستد. اللي بيسألني كيف بيحضروها، ما بدنا نذكر براندات بس انتو اكيد فهمتوا علي. منجيب ملفوفة منفرمها ناعم، ما منفرمها جوليان، نفرمها ناعم. بعد ما نفرمها ناعم بنحطها بوعاء، بعد ما نحطها بوعاء بنحط رشة ملح، رشة سكر، رشة فلفل ابيض ايضا وايضا، معلقة كبيرة من الخل الابيض، كمان وكمان بنحط كوب من المايونيز. وهون بده يكون المايونيز امريكاني، وننتبه لنوعية المايونيز، لان اذا المايونيز منه امريكاني، طبعا في عدة نوعيات بالاسواق، في شيء معمول بالنشا وفي شيء معمول بالبيض، المعمول بالبيض هو اللي بيكون المايونيز المضبوط والاصلي. بنحط نحن المايونيز كوب، وايضا بنضيف زيت النباتي 2 كبار، بنخلطهم كلهم مع بعض مع شوي من برش الجزر. صار عندي الكول سلو اللي بنقدمه مع البروستد، لكن قلت لكم على الكول سلو، سلطه الملفوف، وايضا عن كريم التوم بالمطاعم. اما الدجاج بالقلاية عم بيتقلى على نار هادية، عندي طنجرة، رح انتقل دغري لحتى بلش انا بالشوربة. خلينا بهالوقت نجي نتنوقص على الكب كيك. يا سلام على الكب كيك. طيب هيدي صينية الكب كيك يا عمي، شو بدي خبركم، شو بدي خبركم، ها رودي ضليتك الكب كيك، الكب كيك هيدي الكب كيك. اطمنا وخلصنا وخلصت وصارت جاهزة وحاضرة لحتى نسكبها ولنقدمها لسفرتنا الرمضانية. ايضا وايضا ايضا وايضا فينا بكرة الصبح بس يمشوا الاولاد على المدرسة نحط لهم بالعلبة، بدنا ناخذوا هودي معكم اليوم، هيدي ترويقة مميزة عند قيمة غذائية جدا عالية. وصفة واحدة بعد لحلقتنا عنا شوربة الخضار مع لحم التشاكرول. خليكم عم بتتابعونا، اما هلا خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير ونرجع سوا. عودي لكم مشاهدينا، ما زلنا مترفين انا وياكم من سبينس الجناح بهالوصفات الرمضانية المميزة اللي عم بحضر لكم اياها من بداية يا سلام على سفرة رمضان. هالوصفات عن جد رائعة، وصفات شهية مميزة عنا. كان
فروج البروستيد ايضا، وايضا في عندي شوربه الخضار بلحم التشك رول، اللحم الامريكاني العالي جودي، الكب كيك، عندي الكب كيك بزبيب. هول هني وصفاتنا، رح نتابع انا وياكم. رح نبلش ايضا بشوربه الخضار مع لحم التشك رول. لكل المشاهدين اللي انضموا لشاشه الاو تي في، خليكم ما تقوموا من حد الشاشه، رح ارجع عدلكم بعد شوي بالتفصيل كل شيء شو حضرنا لحلقتنا لليوم. اما هلا خلينا نبلش بالشوربه. المكونات عندي كرافس معلقتين كبار بصل، عندي حبه جزر ايضا وايضا حبه، عندي كمان من البازيلا ربع كوب، كوسه حبه ايضا وايضا، في عندي كمان بطاطا حبه، بندوره ايضا حبتين، او فيني احط بندوره مطحونه، رب بالبندوره معلقه كبيره، عندي ملح كمان رشه، بهار اسود ايضا رشه، شعيريه ربع كوب، ثلاث معالي ايضا وايضا من ثلاث معالي كبار من زيت الزيتون، وعندي نص كيلو من لحم التشك رول. لكن خليني احط السكينه قدامي، رح اطرقها الطرقه، وتذكرت اسم تشك رول. بس احكي تشك رول، يعني هيدي قطعه تتاخد من الكتف والرقبه، من العجول، اللحم الامريكاني العالي الجوده، لحمه من الكتف والرقبه فيها عده عضلات مترابطه، بيقدر الشيف او اللحام يفصل هيدي العضلات ويحضر منها مجموعه من الروستو، من الستيك، من الكباب، من الطبخات، من الوصفات، وعجقلنا اياها الشيف حسين. بس النتيجه نكهه رائعه، طراوه، واكيد قطعه اللحم اللي كان التشك رول ولا جميع انواع اللحوم منقطعه عكس الانسجه لحتى ما تقسى عندي اللحمه. واكيد هي حلال. طيب ايضا لانه هي عجول بتتربى على حبوب الذره وحبوب الصويا، طبعا تتميز بالتكوين الرخامي الموجود فيها. لكن مجددا تنجر على النار شوربة الخضار، رح نولع النار تحت الطنجرة، يلا. لكن طنجرة على النار، رح نبلش بشوربة الخضار، عندي زيت الزيتون من سبينس، يا سلام. لكن شوربة الخضار المسجل، المكونات، رجعوا بلشوا. بلشنا بطنجرة على النار، زيت الزيتون، نرجع للبصل، لكن منحط، فيكم تحطوا بصل ناعم وفيكم تحطوا بصل جوانح. انا حطيت الزيتات على النار، بلشت بتقطيع البصل جوانح، راح ضيف ايضا وايضا من البطاطا مربعات، من الجزر، لكن بصل، يا سلام. عن جد بلشنا بهالوصفات الشهية. عندي بصلة بهيدا الشكل، ورح نجي بهالوقت لتدبل البصلة، منحركها شوي، وبجيب معي الملقط لحتى ما ارجع اطرق مشوار لهالميلة، بقلب البصل، يا سلام. ها هيدا البروستد، يعني شو بدي خبركن، على عن جد على هالريحة الشهية وعلى هاللون الرائع، عن جد يا جماعة لايكوا شوفوا انتو احكوا وخبروني. لكن البروستد كمان على النار، شفتوا ما حطينا كعك ولا حطينا شيء، مثل ما حضرنا الكريسبي خلال حلقات، يا سلام على سفرة رمضان كيف لطيناها بالطحين. هلا هون نفس الشيء، كمان لطينا الدجاج ايضا وايضا بالطحين. هون عندي الجزر،
عم نحضر شوربة الخضار بلحم لتشكروا للحم الأمريكاني العالي الجودة. وبذكر كل المشاهدين اللي انضموا إلى شاشة الأو تي في، هول هني وصفاتنا لليوم، هول هني هالطبخات بأول فقرة من فقرات. يا سلام على سفرة رمضان، حضرنا من الكب كيك بزبيب اللي صارت موجودة بالفرن. اوكي هون عندي الكرافس بهيدا الشكل. هلا 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 هلا، لكن عندي كمان من الكرافس يا عمي هاللحمة، لحم الامريكاني الموجودة قدامي ريحتها واصلة لعندي، ما عم فيني قومها انا وصايم، ريحة رائعة. لكن عندي كرافس كمان مع البصلات بهيدا الشكل. هالاجواء الرمضانية يعني شو بدي اخبركم، ريحة اكل، عالم عم تتسوق حوالي، اجواء رمضانية، العالم عم تاخد غراض لطبخاتها لوصفاتها. طبعا بيجوا كل النهار بيتابعونا، بيحطوا على الاو تي في، بيحضروا شيف حسين، بيجوا بتسوقوا من سبينس، بياخدوا هالغراض وبيروحوا ببلشوا يحضروا هالطبخات وهالوصفات. يعني عن جد شو بدي اخبركم لخبركم. كمان نجي للبطاطا، نرجع على الطنجرة، زيت زيتون، بصل، جزر، كرابس، وهلا وصلنا للبطاطا. وكم بعد في عنا دقيقة؟ هني 8 دقايق ومن عندي دقيقتين 10 دقايق. لكن بطاطا يلا، لكن برجع بذكركم منضيف البطاطا نخلطهم بهيدا الشكل. يا سلام. كمان بيجي شو بعمل، اللحمة حاضرة ناضرة جاهزة عنا اللحمة، لشو؟ لحتى نكعزلها ونحطها مع الخضار. لكن عندي من لحم لتشكرول اللحم الامريكاني العالي الجودة، اللحمات جاهزين رح اجي كعزلون. هاي اللحمة جاهزة، بس ليكو شو رح اعمل، خليني شوف عندي صحن، ليكو شو رح اعمل لحتى اقولكن. هاي البهارات مش بس بتستعمل للدجاج، كمان بيجي بحط معها رشة للحمة. يا سلام بهيدا الشكل، وبردن محلن ومنيجي يا شيف حسين. لكن بهارات، بهارات خلطة الشيف حسين، بهارات رائعة طيبة شهية، تستعمل لجميع الطبخات والوصفات. الخليط اللي عامله أنا بيمزج بين اللحمة والسمك والدجاج والبطاطا. حتى إذا عملتوا بطاطا مقلية، جيتوا رشيتوه على البطاطا المقلية بيعطيكم نكهة رائعة. كمان نخلط هيدي اللحمة جاهزة، رح اجي بهيدا الشكل. اوكي، لكن نعملهم مثل ما عم تشوفوا كيف عم نتفها تنتيف. يا سلام، فيني اعملها بوليت وفيني نتفها وحسب ما انتو بدكن. انا عم بعملها بهيدا الشكل. الله الله على هاللحمة، الله الله على هاللحمة، يعني جدا رائعة. بهالوقت بذكر كل المشاهدين اللي انضموا الى شاشة الاو تي في، هول الطبخات، هول الوصفات، فيكم ترجعوا تفوتوا تشوفوهن على السوشيال ميديا لليو اس ميت. طبعا يو اس ميت، او فيني اقول لكم الانستغرام يو اس اي ميت ام اي. اما انا انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، وايضا القناه اللي لي على اليوتيوب شيف حسين عبد الساتر. ما عمل لي فولو يفوت هلا دغري يعمل لي فولو. لكن مثل ما عم تشوفوا اللحمه، يا سلام على هاللحمه ويا سلام على هالنكهه الغير شكل. رح نجي نقلبهم هيك بهالهدا، بنقلبهم يا جماعه على مهلنا. يا سلام عن جد، هيك نحط بعد هالكميه.
نزال ما عندنا شيء. يلا طيب، حطينا كمية اللحم اللي بدنا نستعملها، ورح اجي بعد في عندي الكوسة، رح احط كمان من الكوسة بهيدا الشكل. انا حطيت الكوسة اخر شيء لان الكوسة ما بدها كتير وقت على النار. اوكي، نجي رح نحط الكوسة كمان بهيدا الشكل، ورح نجي يا شيف حسين نخلطهم كمان بهيدا الشكل، ورح جيب الشعيرية، حط الشعيرية، ورح حط كمان وكمان حصة ثوم. إذا شفتوا حصة ثوم أنا تركته مثل ما هو. هون الدجاجات نفتح على الدجاج، لكن الشوربة خليهم يتقلوا شوي الشعيرية ورجع لك. طيب بهالوقت شو رح أعمل؟ رح نشلح الكفوف بهالشكل، ورح اجي للكب كيك. اوكي، هاي الكب كيك، ايه هاي الكب كيك، هيدي هي كب كيك بهيدا الشكل. يا سلام عن جد على هالوصفة، الغير شكل كب كيك. طيب هون انا حطيت الكمية الكافية، يعني شو بدي اخبركم، ريحة عن جد رائعة. رح اجي بهيدا الشكل، يا سلام هيدي الكب كيك كمان صارت جاهزة عنا. منيجي للبروستد، رح ياخد الملقط ورح اجي للصحن. عم بتشوفوا هيدا البروستد عن جد الرائع، يا سلام على هالريحة الشهية، نكهة ولا أطيب، يعني عن جد ريحته بتعقد الفخاد بهيدا الشكل كمان يا جماعة. اوكي، يا سلام على صفرة رمضان، على هالاطباق الشهية اللي عم نحضرها لحلقتنا لليوم، عن جد شيء غير شكل، نكهة ومذاق رائعة. طيب رح نجي نحطهم بهيدا الشكل، وهلأ صار الوقت، خلصنا بلشنا نخلص وصفاتنا. بهالوقت أنا شو رح أعمل؟ رح جيب مرق اللحم، خلينا نضيف مرق اللحم أنا وياك، لكن منضيف مرق اللحم فوق شوربة الخضار مع اللحم. يا سلام على هالخضار الرائعة. رح نجي كمان يا شيف حسين نحط من البندورة المطحونة، بنحركها بهالشكل هيدا. رح نجي ايضا وايضا يا شيف حسين نحط من رب البندورة، كمان رح نجي يا شيف حسين نحط بازيلا، لكن هيك انا بكون حطيت كل المكونات عندي لشوربة الخضار، بضل ناقصة رشة ملح رشة بهار. اما هلا خلينا نشيل، نبلش نشيل من قدامنا بالاستعانة مع موسى لحتى نضبضب طاولتنا، لكن بلشنا نضبضب كمان. يلا اوكي، يلا عم ننظف طاولتنا لنقدم هالسفرة الرائعة. يلا، أما بالنسبة للصلصة عندي مايونيز، لكن عم نحضر صلصة للبروستد غير صلصة الثوم اللي خبرتكن عنها. رح اجي لهيدي الصلصة، عندي مايونيز بالإضافة كمان للخل، وأيضا في عندي من أوريغانو. يا سلام عن جد، خلينا حطينا اوريغانو وهلا بخلطهم مع بعض، لكن مثل ما عم بتشوفوا هيدي الصلصة بهيدا الشكل. يا سلام على هالصلصة الرائعة. طيب
رح جيب انا معلقة لحتى اسكب هالصلصة على البروستد. يا سلام على هالصلصة، غير شكل بهيدا الشكل. اوكي، لكن مثل ما عم بتشوفوا هيدي الصلصة قدمتها مع الدجاج البروستد. طيب رح نجيب رشة ملح، كمان بنحط رشة ملح بالإضافة للبهار، نخلطهم خلطة بهالشكل هيدا. يا سلام، وهيدي الشوربة بتكون صارت جاهزة. يلا رح نجي نحنا نسكب الشوربة، آخر وصفة لحلقتنا لليوم. رح اسكب الشوربة، رح ارجع عيد لكل المشاهدين. لا لا، بدنا نعد لهم، بدي عيد، ما فيني. خلينا بس نعيد الكب كيك. يلا، كب كيك بالزبيب. اول شيء حطينا بالخلاط الكهربائي بيض، حطينا فانيل، سكر بودره، خلطناهم مع بعض، رجعنا جبنا حليب سائل، جبنا كمان وكمان الطحين، حطينا من السمنه بيكنج باودر، بيكنج سودا، وايضا كمان وكمان حطينا، خلطناهم مع بعض. بعد ما خلطناهم سكبناهم بقوالب الكب كيك، بعد ما كنت دهنا بالسمنه رشه طحين، حطيت زبيب على الوجه، فوتهم على الفرن على حراره 180 درجة. البروستد أنا غسلته كتير منيح بالخل والملح، قطعته الفروج، بعد ما قطعته جبت وعاء في بقلبه طحين، ضفت له زنجبيل، توم بودرة، بصل بودرة، هيل مطحون، وأيضا حطينا رشة أوريجانو، ملح، وخلطة الشيف حسين، هالخلطة الرائعة اللي بتعطي نكهة جدا طيبة لكل الطبخات. ضفتها لتنيهم بالطحين، قليناهم وقدمتهم بهيدا الشكل. خلص وقتي، ما بقى عم بيخلوني كفي، انتهى الوقت. فيكن ترجعوا تشوفون كلهم على السوشيال ميديا لليو اس اي 100 ام اي، وايضا فيكن تفوتوا لعندي على السوشيال ميديا انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، واشتركوا بالقناه الخاصه شيف دوت حسين عبد الساتر. انا بدي لكم رمضان كريم، هالوصفات ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. انطرونا بكره بنفس الوقت بوصفات رمضانيه مميزه. بدي ودعكم وقلكم الى اللقاء.